معانا الأستاذ عبد السلام صبري سواق القطار المصاب بالطوب. أستاذ عبد السلام أهلا بيك، ألف سلامة. أهلا بحضرتك يا باشا، الله يسلم سعادتك يا باشا. طمني عليك. الحمد لله باشا، الحمد لله ربنا سترها الحمد لله، والحمد لله الطوبة الحمد لله يعني ما جاتش في عيني، بس هي جت ما بين عينيا وعملت بقى كدمات في وشه كله ومبهدلها وشي الحمد لله. ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل؟ حصلت ازاي؟ ما فيش اي حاجه، انا واقف على الرصيف والناس بتنزل، ببص على الرصيف عشان اتحرك، ببص لقيت واحد ماشي في وسط الناس والناس ماشيه جنبه عادي، وده ماشي في وسط الناس وقام بعزم ما فيه وقام بطوبه كبيره وطاخ جامد جدا، قامت جايه في وشي. انا ما شفتش ولا دريت بالدنيا، كل اللي قعدت اقوله امسكوه امسكوا الراجل ده امسكوا الراجل ده. ما فيش، الدم بقى بهدل الدنيا وغرق الدنيا، ويعني الحمد لله الحمد لله. طب ايه الراجل ده يعرفك يعني؟ او ولا اعرفه ولا عمره شفته ولا هو يعرفني ولا انا بعمل، انا كل اللي بعمله ان انا بوصل الناس بس، انا ما بعملش اي حاجه ولا اعرفه. طب ولا ازاي الطوبه دخلت لك؟ هو مش في ازاز وفي كابينه ما احنا واقف في الشباك ببص على الرصيف، انا لازم ابص على الرصيف عشان اطمن على الناس. انت طليت بره كده عشان تبص ان كله ركب كله تمام؟ ببص لا، عشان القطر لما يتحرك ما حدش يقع بين الرصيف والقطر لا قدر الله يتوفى. فببص على الرصيف وبتحرك واحده واحده، بنمشي واحده واحده لما ربنا يسهل نطلع من الرصيف وبعد كده نطمن على الناس.